الوحدات لان ريال مدريد يلبس اللون الاسود وبالتالي لاعبو اشبيليه يضعون الاشاره السوداء. هذه راسيه في المرمى، راسيه في المرمى وهدف اول. لا خمس اهداف في مرمى اشبيليه هذا الموسم. اذا في الدقيقه 21 لاحظوا كيف صعد ووضع الكره على غفله من الجميع، ركنيه اوزيل صعد مع كريستيانو رونالدو وضع براسه في الشباك. هدف اول لريال مدريد مقص يصلحها ومارسيلو خارج منطقه الجزاء يسقطها هناك داخل المنطقه، راسيه بيبي وكريستيانو رونالدو في المرمى. هدف ثاني كريستيانو رونالدو بهذا الهدف، الهدف الذي جاء في الدقيقه 31 تصليح راسي ممتاز كان والكره يضع على حظ بيبي صلحها كريستيانو رونالدو. هدف هدف برتغالي 100%. شاهد هنا اوزيل وبعد ذلك بالفعل غياب لاعبي اشبيليا في هذه اللقطة لم يضغط على حامل الكرة، ترك كاكا يستلم الكرة بهذه السهولة الكبيرة وترك الكرة بعيدة عن قبضة الحارس، كان هدفا مميزا. يحولها إلى نيغريدو يحاول أن يكشف طريق يصور في المرمى هذا الموسم. ولاحظوا العمل الجماعي من إشبيلية هنا، ثلاثة أمام كازياس الذي فشل في ملاحظة الكرة بشكل جيد ومر تسديدة نيغريدو القوية رغم لاحظوا الآن الكرة مع نيغريدو ينقلها إلى فازيو ولكن بالخطأ غلطة كبيرة من نيغريدو وكريستيانو رونالدو. برشلونة بإمكانه أن يتوج الأسبوع القادم ولكن على الأقل هو يضغط على كريستيانو رونالدو يضغط على ميسي. هنا مرر الكرة إلى رونالدو، مرر الكرة إلى كريستيانو رونالدو، نيغريدو نسي انه يتقمص غلالة اشبيليا ومرر الكرة الى لاعب مررها والريال ياخذها. الا يوجد تسلل هنا، كريستيانو رونالدو يتقدم، كريستيانو رونالدو والهدف الخامس للريال. ميسي اذا سجل هدفه في الشوط الاول، تعادل مع ميسي في الشوط الثاني في الدقيقة 65 ثم تقدم عليه الان ثلاث اهداف، اذا 32 هدف لكريستيانو رونالدو مقابل 31 بخمسة مقابل واحد في ارضه. هذه عرضية وهدف سادس كريستيانو رونالدو، رونالدو والهدف مهمة. كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75، كريستيانو رونالدو في آخر 10 دقائق سجل 3 أهداف، يمكن أسرع هاتريك في الدوري الإسباني هذا الموسم في الدقائق 65 70 75. التمريرة ممتازة من بنزيما، بنزيما قام من أرض الملعب وريناتو يشترك والرأسية في 35 حتى الآن مع بقاء ثلاث مباريات. وهذه الرأسية من الركنية يلعبها نيغريدو في مرمى كازياس الذي يقبل هدفين هذه الأمسية. والله كازياس يقبل أهداف كثيرة في الأول الأخيرة، يعني قبل ثلاثة من فالنسيا.